صوت لبنان نقدم نشرة أخبار الثانية والربع مع تحيات ألان صغيب عيسى جيت طمرون والمخرج سيمو مصور. أبرز العناوين. صحيفة النهار تطلق رسالة بيضاء لإنقاذ لبنان وتدق ناقوس الخطر. عم نتوجه بالصفحة البيضاء للناس لنقول خلص، الناس عم بيقولوا خلص. للمرة الثانية منع لقاء سيدة الجبل من الإنعقاد في اجتماعه المحدد في فندق روتانا. الموفد الرئاسي الفرنسي يلتقي بري ويثمن ما أقره مجلس النواب من قوانين تتعلق بسادر. اللجان تبحث إدارة الموارد البترولية والموسوي يحذر. شهدنا انقلابا، كأن هناك من لا يريد لمجلس النواب أن يكون له دوره بتراخيص الاستكشاف والاستخراج. الحلم تحقق وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي دايما نحو الأفضل. لطالما كانت نهضة لبنان وخلاصه على أيدي رجال الفكر وأهل القلم والصحافة. هذا ما ميز لبنان في تاريخه الحديث حين كان منبراً للكلمة وللحرية وللثورة ضد الظلم ولقول كلمة الحق ورفض الواقع المظلم. رسالة بالأبيض ضد الظلمة أرادتها صحيفة النهار التي صدرت اليوم بصفحات بيض. صدور الصحيفة بهذه الصورة شكل صدمة للبنانيين الذين تساءلوا عن السبب، وسرت مخاوف من وصول الجريدة إلى وضع صعب ماليا. لكن رئيسة مجلس الإدارة النائبة السابقة نيلة تويني أكملت المفاجأة بإعلانها أن صدور الأبيض هدفه دق ناقوس الخطر تجاه الأزمات التي تحدق بالبلاد، وهذا إيمانا بدور الصحافة كرسالة وليس فقط كوسيلة إعلام. فقلم النهار وأقلام سواها دفعت دما ثمن كلمتها الحرة في رسالة قد تكون أقوى من السلاح. رسالة بيضاء في وجه الظلمة فعلت فعلها، علها تضيء في أمكنة أخرى وتكون كرة ثلج تكبر ضد السياسات التي تكاد تودي بلبنان إلى الهاوية لتقول للجميع كفى. إذن صحيفة النهار وجهت اليوم رسالة مدوية إزاء الأزمات التي تحيط بالبلد، وقد عقدت رئيسة مجلس الإدارة نيلة تويني مؤتمرا صحفيا، تفاصيله في هذا التقرير مع رنا ريشا. بعد 26,680 إصداراً لصحيفة النهار وكل ما مر عليها من أعباء ومصاعب، صمتت صفحاتها اليوم وارتدت اللون الأبيض ليس فرحاً إنما ظلامية وسواداً على المشهد اللبناني القائم. رئيسة مجلس إدارة النهار نيلة تويني أطلقت في خلال مؤتمر صحفي شعار نهار أبيض بوجه الظلمة ودقت ناقوس الخطر، محذرة من الخطر الاقتصادي الذي طال الوطن وليس فقط الإعلام. اليوم عم نتوجه بالصفحة البيضاء للناس لنقول خلص، الناس عم بيقولوا خلص، وندعيهم ما يخسروا إيمانهم بالبلد رغم كل شيء، ولندعي المسؤولين لوقف الضمير ويخلوا المصلحة الوطنية أهم من أي مصلحة أخرى، وإعلان تشكيل حكومة بأسرع وقت قادرة على التصدي للمخاطر. وحضر المؤتمر النائبان نديم الجميل وتوني فرنجية وبعض القيمين على المؤسسات الإعلامية، وأكد الجميل دعمه لخطوة النهار آملاً أن تكون صفحة بيضاء لمستقبل الوطن. إن شاء الله تكون هيدي الصفحة البيضاء هي صفحة بيضاء جديدة للبنان، صفحة جديدة للبنان وللوطن وللسياسة بهيدا البلد، لأنه بفتكر كلنا تعبنا من كل الظروف وكل الأسلوب يلي عم بيتداول فيه
السياسة بالبلد، وهيدي طريقة الخمول والاستلشاء بالوضع الاقتصادي الاجتماعي. فنحن اليوم هيدي الصرخة يلي أطلقتها نيلة وأطلقتها النهار، هيدي صرخة بفتكر كل واحد منا لازم يطلقها. بعض صحفيين نهار فوجئ مثل المواطنين ببياض صفحاتها، مؤكدين أن هذه الخطوة لا تعني يأساً، بل هي إنذار حول خطورة الوضع الراهن، بحسب الصحفيين غسان الحجار، رولا معوض ومحمد نمر. أحياناً تعجز الكلمات عن التعبير، مثل ما بيقولوا وتعطلت لغة الكلام، لأنه عم نحكي كل يوم كل يوم كل يوم، ما فيش نهار وقفنا حكي، ونحن وغيرنا عم نحكي، وأحياناً منو عم بيوصل الصوت كفاية، فحبينا اليوم نغير طريقة التعبير. أكبر إثبات إنه الألم بيوجع وبيخوف هو ليش بيقتلوا الصحفية. إذن هالسلطة الرابعة يلي كل أمرها فعلياً هي السلطة الأولى إلى مطرح ولازم تحافظ عليه. في يأس بلبنان، في يأس عنا كلياتنا كمواطنين، بس أتأكد إن إحنا كصحفيين النهار لأنه منعبر عن فئة من الشعب مش رح نيأس أبداً. حنواجه بأقلامنا بمعالاتنا لنرفع الصوت للأخير. اليوم استأذن الصمت من الكلمات ليعبر عن ألمه على صفحات النهار، وإن لم يستجب المعنيون للكلمات التي تعبت، هل سيأتي جوابهم بعد هذا الصمت؟ من مبنى جريدة النهار، رنا ريش عيد، صوت لبنان. خطوة النهار أثارت منذ صدور الصحيفة البيضاء ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي تابعتها يا رمتة. استيقظ لبنان اليوم على ديك النهار يصيح بالأبيض، فصاحت مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ النهار، حيث استنكر الناشطون ما اعتقدوه أزمة مالية حطت بثقلها على مؤسسة إعلامية عريقة كصحيفة النهار. النائب السابق فارس سعيد غردة كل التضامن مع جريدة النهار اليوم، مهما كان السبب، خسارة النهار يعني خسارة حرية الصحافة في لبنان. هذه جريدة جبران تويني لا تتركوها تسقط. وكانت إحدى التغريدات المعبرة لبلال الذي قال: جريدة السفير سافرت، مجلة الصياد اصطادوها، مجلة الشبكة وقعت في الشباك، النهار في العتمة، هل سيأتي يوم للناس يصبحون نسيان؟ وما لبثت أن أعلنت رئيسة تحرير صحيفة النهار نيلة تويني السبب الحقيقي وراء إصدار الصحيفة 8 صفحات بيضاء، إلا وعاد الناشطون للتعبير عن رأيهم بالطريقة التي تم إيصال فيها الرسالة. النائب الياس حنكش غرد قائلا: حرية الرأي هي أساس وجود لبنان، النهار وجبران يعرفون قيمتها. النائب نديم جميل قال: نأمل أن تكون هذه الصفحة البيضاء بمثابة الصفحة الجديدة للبنان. الوزير السابق يوسف سلامي غرد: الصمت أصدق تعبيرا من الكلمة، لنناضل معا حماية للعدالة والحرية في لبنان. أما أحمد فغرد: النهار بالأبيض لأنه بطل في حكي، قال نهار اللي ربين عليها ما بيلبق إلا الأبيض. وقال ناشط آخر: رغم الهدف الترويجي وصلت رسالة عميقة المعنى، لعلها تنتج يوما ما من رحم الصمت أملا. خطوة النهار اليوم أعادت إحياء الدور الوطني للصحافة، فإلى أي مدى ستكون فاعلة في إحداث التغيير؟ يارا متى، صوت لبنان. في أي حال، الأزمة في لبنان تحيط بكل المرافق والمؤسسات، ومنها الصحافة الورقية التي تعاني أزمة عالمية. ولكن ما هي خصوصية المشكلة اللبنانية؟ تقرير مجدولين عيد. أزمة غير مسبوقة تعيشها الصحافة الورقية اللبنانية، فبعد أن كانت بيروت تمثل عاصمة الصحافة العربية منذ 50ات و60ات القرن الفائت مع صدور نحو 50 مطبوعة يومية وأسبوعية، بات العدد اليوم لا يتجاوز أصابع اليدين. فما الأسباب التي أدت إلى تقلص عدد الصحف اليومية إلى 8؟ المديرة العامة لدار الصياد إلهام فريحة تحدثت عن الأزمة. هالأزمة مش بنت ساعتها، صار لها 10 سنين. بالنسبة للبنان للأسف ما في دولة للمواطن، فكيف بده يكون في دولة لدور الصحف؟ حرام بالأول لبنان، لأنه الصحافة هي شريان من الوطن. عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية جورج صدقة تناول الأزمة عبر إذاعتنا. اللي عم بتعاني الصحافة الورقية بلبنان اليوم هو مأساة حقيقية. المسؤولين مش حاسين بخطورة الوضع. لمن الصحافة الورقية بتموت يعني في خطر على الديمقراطية بلبنان،
في خطر على الحريات العامة بلبنان. اقتراحات ومشاريع قوانين يتم العمل على إنجازها، فماذا تقول فريحة؟ مقدري المشاريع وقت اللي بيحولوها للجان، أي لجان هلا ان شاء الله يا رب يلاقوا للكم جريده اللي بعدهم وجه لبنان الحضاري، ما في الا بيوقفها على اجريها. لبنان معافى مش تحتين 100 مليار، وعالم عربي خليجي بوضعه السابق وقت ما بيتامنوا هالاثنين ما في قدره. بس بتمنى بدل ما يروح الفساد والهدر على كل ما بنعرف وين، يروحوا للصحافة يلي بعدها بترمز انه في ديمقراطية وحرية بهالوطن. صدقة تحدث بدوره عن الحلول بالأنظمة الديمقراطية، بسنوا قوانين وتشريعات من أجل حماية الصحافة الورقية. أنا اليوم بوجه صرخة من أجل اتخاذ مبادرات سريعة للحفاظ على الصحافة الورقية، إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة إحياء الصحافة الورقية اللي عم بتموت. يعني في تدبير بسيط جدا إنه إلغاء كل هالتراخيص، إذا اليوم حدا بده يعمل صحيفة ورقية بده يدفع ملايين وبده فترة طويلة. ليه؟ الأزمات تتوالى والمطلوب إنقاذ ما تبقى من أمجاد الصحافة. مجدلين عيد، صوت لبنان. والآن إلى تغريدة اليوم. غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قائلا: رسالة مدوية من جريدة النهار تعكس مدى إهمال الدولة للسلطة الرابعة وخاصة الصحافة المكتوبة، تحية إلى كل المناضلين في هذا القطاع الذين يواجهون التحديات للإبقاء على رسالتهم. مرة جديدة يمنع لقاء سيدة الجبل من الانعقاد في استمرار لسياسة كم الأفواه. مجد لين عيد. للمرة الثانية تمنع قوى الأمر الواقع الظلامي انعقاد خلوة لقاء سيدة الجبل، بحسب بيان صادر عنها أشارت فيه إلى أنه بعد مراسلات موثقة مع إدارة فندق روتانا جيفينور والاتفاق على الموعد وتوضيح العنوان السياسي للخلوة، وهو رفع الوصاية الإيرانية عن القرار الوطني دفاعا عن الدستور وحماية للعيش المشترك، وبعد تسديد جزء من المترتبات المالية، تبلغ لقاء سيدة الجبل اليوم إلغاء الموعد دون أي تفسير أو أي مبرر. وكان لقاء عقد أمس في بيت الكتائب المركزي في الصيفي بدعوة من حزبي الكتائب والوطنيين الأحرار ولقاء سيدة الجبل دعما للحريات العامة وحريات العمل السياسي. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل افتتح اللقاء بكلمة شدد فيها على الاستمرار بالدفاع عن الحريات العامة وسيادة لبنان واستقلاله، مؤكدا أن لبنان التنوع لا يحكم إلا بالمساواة والقانون، ولفت إلى أن مثل هذه الاجتماعات ستبقى مفتوحة ودائمة كلما كانت الحريات منتهكة. وكانت كلمات للمشاركين شددت على ضرورة صون الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والعمل السياسي للجماعات والأفراد. وفي نهاية اللقاء صدر عن المجتمعين بيان بمثابة ميثاق وطني تلاه النائب السابق فارس سعيد: إن هذا الاعتداء الموصوف على الحقوق السياسية للبنانيين ليس خطوة معزولة، وإنما هو محطة جديدة من مسلسل يستهدف السياسيين والإعلاميين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استدعاءات أمنية وملاحقات حاولت من خلالها السلطة السياسية تسخير أجهزة الدولة لترهيب معارضيها وإسكات الرأي الآخر. 2. يحمل المجتمعون السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عما يشهده لبنان من قمع متماد واستهداف للحريات والدستور، ويحذرون من إعادة استنساخ نموذج جديد من الأنظمة الأمنية التي أسقطها الشعب اللبناني. إلى ذلك، وأمام إصرار السلطة على إلغاء المؤتمر للمرة الثانية، يعقد لقاء سيدة الجبل مؤتمرا صحفيا غدا في نقابة الصحافة، يتحدث فيه رئيس اللقاء فارس سعيد عن ملابسات القمع والخطوات اللاحقة. مجدلين عيد، صوت لبنان.
أكد نائب رئيس الكتائب الوزير السابق سالم الصايغ لإذاعتنا أن أول خطوة للإصلاح بناء صدمة إيجابية وتشكيل قوة ضاغطة لتغيير النهج. في محاولة كبيرة عم نعملها تواصل مستمر وتشكيل كتلة ضغط اقتصادية شعبية مصرفية من قبل الفعاليات كلها لحتى يصير في دفع لمعالجة الوضع. طبعا تأليف الحكومة هو مدخل، ولكن لا نعتقد أنه تأليف الحكومة هو الحل، إذ أنه كان في حكومة والانحدار الاقتصادي موجود. بدأ إعادة ثقة، ترميم ثقة، يعني بدأ تغيير منطق، تغيير نهج، تغيير عقلية. ونعرف أنه رح يكون في كلام واضح من قبل الفرنسيين إلى الرئيس هون أنه هذا الموضوع لا يجوز أن يستمر كما هو، وعلى السلطة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها. الصايغ شدد على المقاومة الثقافية في وجه سياسة القمع والتعدي على الحريات. الشيء اللي صار مبارح ببيت الكتائب شغلة منا صغيرة أبدا، رفض للأحادية، لأنه في فكر واحد اليوم بلبنان عم ينفرض علينا، في ضرب للرأي الحر، رأي الآخر المختلف، وبارح البيان اللي طلع رفض الاستسلام لمنطق الأمر الواقع. اليوم عم نرجع شيء بيشبهنا كتير بالعصر السوري، وقتها كان في سقف ينحط بعنجر وتحت هيدا السقف عم بيصير التنافس. نحن عم نعتبر انه ما في عنا سقف إلا الدستور بلبنان، واللقاء مبارح حمل مسؤولية كل القوى السياسية اللي عم تقبل بهذا التدجين الثقافي اللي عم بينفرض على كل القوى السياسية. وطبعا نحن ككتائب موقفنا معروف بالنسبة لهذا الموضوع، هو مقاومة ثقافية لكل هذا الفرض اللي عم بيصير على اللبنانيين. بعد الفاصل، البابا فرانسيس يبارك الشعب اللبناني. حوار أونلاين. الوضع الاقتصادي والمالي أبرز المشاكل والحلول المطلوبة بالإضافة إلى الحكومة والتعقيدات تأليفة. عناوين رح ناقشها ضمن حوار أونلاين. أنا النائب نعمت فان. حوار أونلاين مع جورج العلي، الخميس 4:30 عبر صوت لبنان. اسمي ميشيل حجل، عمري 24 سنة، عم بعاني من مرض الليمفوما اللي هو سرطان الغدة الليمفاوية. تعالجت لفترة 5 شهور، رجع المرض عوض عن جديد، فعلاجي الوحيد هو أن أروح على أمريكا وأعمل علاج اسمه تاكي سيل ثيرابي اللي هو جديد هلأ، وفيه نسبة نجاح كتير عالية، بس للأسف تكلفته كتير غالية اللي هي 740,500 دولار. يمكن إذا كل واحد دفع من خلال حساب ببنك SGBL وعلى ويب سايت اسمه GoFundMe، فيه أكاونت لألي اسمه Fight with Michelle. بدي أتشكر الكل، وإن شاء الله ما حدا أبدا يعوز التاني بهيك حالة. ميشيل حجل، بمعركتك مع المرض ونضالك من أجل الحياة، نحن معك. ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة كانت مدار بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيير دوكا، وتناول اللقاء أيضا مؤتمر سادر ونتائجه. وثمن دوكان ما قام به مجلس النواب بإقرار جملة قوانين تتعلق بسادر ومؤتمر روما 2 ودعم الجيش اللبناني وتعزيزه. النائب السابق عمار حوري أكد لصوت لبنان أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري جدي في اعتذاره ورفض تكليفه مجددا إذا وصل تشكيل الحكومة إلى حائط مسدود. أعتقد أن الجميع أصبح في جو أن تشكيل الحكومة بات أكثر من ضرورة ملحة. نسمع ما يقوله المجتمع الدولي من عتب ومن حث ومن إلحاح على ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية. 24 الثاني قادم بعقوباته على إيران وما سينعكس ذلك على المنطقة ولبنان جزء منها. الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي ليس بسر، لذلك أعتقد أن مرحلة التشاطر يفترض أنها انتهت، ودخلنا في الشوط الأخير ما قبل تشكيل هذه الحكومة. وكلام الرئيس سعد الحريري كان واضحا وكان جديا إلى أبعد مدى.
جلسة اللجان المشتركة شكلت لجانا فرعية لدرس زراعة القنب ولا مركزية، ونواب حزب الله اتهموا بعض الكتل بالانقلاب على صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بإدارة الموارد البترولية. مروان الأدوم. فجر النائب نواف الموسوي عبوة سياسية معدة للشفافية في وجه الوزير سيزار أبي خليل ونواب تيار المستقبل عندما اعتبر أنه حصل انقلاب اليوم في مجلس النواب على الاتفاق والتصويت الذي حصل الأسبوع الماضي بأن يكون الحق الحصري لمجلس النواب بإدارة موارد بترولية في الأراضي اللبنانية لمزيد من الشفافية والوضوح ومنعا لأي التباس. شهدنا انقلابا على الإنجاز الذي حققناه في الاجتماع الماضي فيما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية. اليوم رجع للنقاش نفسه بالمادة رقم 6 إنه مين بيحدد حصة الدولة، تحددها السلطة التنفيذية اللي هي موارد للدولة ولا السلطة التشريعية هي التي تحدد ذلك. هناك من لا يريد لمجلس النواب أن يكون له دوره المنصوص عليه في الدستور فيما يتعلق بتراخيص الاستكشاف والاستخراج، وكأن المعتدى عليه هنا هو السلطة التنفيذية، في حين أن المعتدى عليه وفقا للنص الدستوري ومجلس النواب. النائب جورج عدوان الذي ترأس لجنة فرعية لدراسة مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة خلال مهلة شهر ونصف لرفعه إلى الهيئة العامة لإقراره، أكد أن الوزير جبران باسيل يتعدى على صلاحية الرئيس المكلف عندما يحدد في مؤتمره الصحفي معايير التوزير ونوعية الحقائب، وهذا ما يجعل مهمة الرئيس المكلف صعبة، مؤكدا أن القوات اللبنانية سوف تبقى تراهن على حكمة الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في عملية تشكيل حكومة متوازنة فاعلة. اليوم في الكل انه العقبات بعدها مستمرة، نحن لهذا التاريخ ما في عرض واضح بالحقائب قدم الينا. نحن كقوات لبنانية بدنا متحمسين وعم ندعم الرئيس المكلف، بس كمان خلينا الفت نظر، نحن ما منشارك باي حكومة، نحن حكومة مش قادرين ننجز فيها، أو حكومة هيك اخدين فيها حصص ولن تنجز، بكون عن جد عم نقدم للناس شغلة من تقلعتها مش ظابطة. نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي لخص نتائج جلسة اليوم مشيرا إلى أن اقتراح قانون المتعلق بالموارد البترولية أحيل برمته إلى الهيئة العامة لمناقشته. علقت هذه القضية بحد ذاتها بعد أن رفع القانون برمته للهيئة العامة، نقطة المتعلقة هل تحتاج هذه العملية إلى قانون أو لا تحتاج إلى قانون، وهذا سيكون موضوع نقاش طبعا في المجلس النيابي في الهيئة العامة، وهي نقطة مركزية ورئيسية ومهمة وتستطيع أن تساهم بطريقة وأخرى في تفعيل عمل هذا القانون وتأميم الشفافية له. جلسة اليوم شكلت خلالها لجنة برئاسة النائب ياسين جابر لدراسة مشروع قانون زراعة القنب الهندي لأغراض طبية، كما قدم النواب اللقاء الديمقراطي مشروع قانون تمديد إلزامية التعليم المجاني ليشمل المراحل الثانوية. من مجلس النواب مروان أدوم، صوت لبنان. شدد رئيس الجمهورية ميشيل عون في القمة الفرنكوفونية في يريفان على أن المطلوب من الفرنكوفونية في خضم صعود القوى الظلامية في المنطقة تأكيد رسالتها بالعيش معا، ولفت إلى الحاجة الملحة لإنشاء مؤسسات متخصصة بنشر الحوار بين الديانات والأعراق لإرساء ثقافة السلام. وأكد عون أن تقدم الفرنكوفونية في لبنان يكتسب أهمية أكثر من أي وقت في ظل نزاعات المنطقة، معربا عن سروره باعتماد المنظمة مدينة بيروت مقرا لها في الشرق الأوسط. طلب البابا فرانسيس من الله أن يبارك الشعب اللبناني كله، مشيرا إلى أنه يصلي دوما للبنان وشعبه وليحل السلام فيه. كلام الحبر الأعظم جاء في خلال تسلمه ورقة لبنان إلى سينودس الشبيبة في الفاتيكان. تنفذ القوات الإسرائيلية مناورة في مزارع شبعة تستخدم فيها القذائف المدفعية والرشاشة التي سمع صداها في قرى منطقة حصبية ومرجعيون والبلدات المجاورة وسط تحليق للطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي.
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية انسحابها من رعاية مبادرة تنظم في العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان بسبب قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والتقارير عن مقتله. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاتفاق مع واشنطن حول منبج السورية قد تأجل لكنه لم يمض، واتهم إردوغان الولايات المتحدة بعدم التزام الجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة. أفادت وكالة سانا بإصابة 12 طفلاً جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي. أقر المرشد الإيراني علي خامنئي بوجود أزمة اقتصادية كبيرة في بلاده مطالبا نظامه بحلها ودعا إلى الوحدة للتغلب على العقوبات. نفى الكرملين التقارير عن أي اجتماع مزمع عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. أكد وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك حبيب العادلي أن قيادات حركة حماس ساهمت بالتعاون مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين في مصر في تنفيذ مخطط لإسقاط مصر في خلال ثورة 25 كانون الثاني 2011. وأكد في خلال شهادته في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي أن نحو 70 إلى 90 عنصرا من حماس وحزب الله كانوا موجودين في ميدان التحرير في 28 من كانون الثاني وقت اقتحام السجون والحدود الشرقية، وارتكبوا أعمال شغب وتخريب، ونجحوا في تهريب 23 ألفا من النزلاء في السجون. كشفت مصادر استخباراتية عراقية أن زعيم تنظيم داعش أبا بكر البغدادي أصدر أمراً بتصفية مئات العناصر من تنظيمه، بينهم قادة ممن يصفهم التنظيم بالخونة. والآن نبقى مع الأحوال الجوية. يستمر الجو الخريفي المتقلب إلى يوم غد مع انخفاض إضافي ومحدود في الحرارة ومع تساقط أمطار رعدية محلية غزيرة في بعض المناطق. كان في النشرة صحيفة النهار تطلق رسالة بيضاء لإنقاذ لبنان وتدق ناقوس الخطر. عم نتوجه بالصفحة البيضاء للناس لنقول خلص، الناس عم بيقولوا خلص. للمرة الثانية منع لقاء سيدة الجبل من الانعقاد في اجتماعه المحدد في فندق روتانا. الموفد الرئاسي الفرنسي يلتقي بري ويثمن ما أقره مجلس النواب من قوانين تتعلق بمؤتمر سادر. اللجان تبحث إدارة الموارد البترولية والموسوي يحذر. شهدنا انقلابا، كأن هناك من لا يريد لمجلس النواب أن يكون له دوره بتراخيص الاستكشاف والاستخراج. ختام النشرة من صوت لبنان.